نشجع الطفل ازاي عليه؟ التنافسية. احنا بنقول في الاطفال انا لا يمكن اجبره على شيء، لانه في الاخر هو زنان وقادر انه ايه يخليني في الاخر اعمل اللي انت عاوزه يا حبيبي. انا بتكلم حقيقي. فاحنا دايما بنقول ايه، نقدم له حاجات تنافسيه. يعني حاجه شايفه مهرجان العالمين ده اللي كنتوا حاجه جميل ده عليه، عباره عن ايه، متعدد الجوانب، رياضه، موسيقى، مسرح، بالنسبه للطفل بنحاول نقدم له مائده مليئه بالانشطه ونحببه فيها. كمان اكتر حاجه تخلي طفل صغير يحب الحاجه انه يلاقي اهله بيحبوها، وانه لما يعملها حاجه كده جميله جدا، نظره ايجابيه في عينيهم. ده هو المثير الحقيقي للطفل. طبعا طبعا التنافس الحاجات الرقميه طبعا لا يمكن ان احنا نقول ان هو حاجه بسيطه. الحاجه الثانيه، احنا هنضطر نستخدم الادوات الرقميه، لا يمكن نمنعها عنهم. المحتوى، ايوه، ما في محتوى تعليمي، ما في العاب تعليميه، وفي محتوى ضار جدا. فلازم برضو ناخد بالنا ايه المحتوى اللي بيحصل. اللي انا بقوله انا عارف قد ايه هو صعب، لكن الوالديه او ان انا ابقى بيرنت او ان انا ابقى ام او اب، ما هي صعبه، ما هي شغلانه عامله زي شغلتنا الحقيقيه. وما ننساش في كتاب جميل تم تاليفه عن تربيه الاطفال، اللي من اجل تربيه طفل سليم نحتاج الى تعاون جميع ما يطلق عليها الموجودين في الحياه، جيران، مدرسه، اهل، نادي، مركز شباب، حكومه. يعني ما هيش حاجه سهله، لكن فكره الاجبار او الاذعان بتجيب نتائج سيئه جدا مع الاطفال، وان انا ارضخ ليهم برضو بتجيب نتائج برضو سيئه جدا. انا لو سبته على الكلام ده هيطلع طفل سلبي، طفل كسول. بعض الاطفال بيوصل الدرجه معاهم ان هم يوصلوا لمرحله من الادمان، ان انا لو شلت البتاع منه بيجي له زي اعراض انسحاب ونرفزه وعصبيه. كانوا كبار يا دكتور بيجي لهم ادمان. ما حضرتك بقى تخيلي ده على جهاز عصبي لسه في مرحله النمو. الحاجه الاخيره بقى اللي احنا بننصح بيها الاهل، خير الامور دائما هي الوسط. يعني لا امنعه ولا سيبه على راحته، مش يلا لا، احاول على قد ما اقدر ان احنا ننظمها. هيقولتي كلمه جميله جدا في المقدمه، التنظيم الانفعالي، او ازاي اداره الانفعالات او التفاعل او المشاعر بتاعتنا احنا ككبار وكصغيرين. لو انا سبته انا بوري له حاجه غريبه جدا، هي ايه؟ انك لا تستطيع التحكم في مشاعرك الا باستخدام اداه خارجيه هي اللي تخليك تهدى. طبعا ده رساله سلبيه جدا لاي طفل او مراهق او حتى كبير. فاحنا لازم نقعد مع اولادنا ونتكلم. لما يبتدي يبقى متنرفز اقول له يا حبيبي انت دلوقتي عصبي، دي اسمها عصبيه، العصبيه دي حاجه بتجيلنا كلنا، ازاي بقى نتعامل معاها؟ تعالى ايه نجرب كذا حاجه. الرياضه، القعده مع الاولاد، الموسيقى. احنا زمان كنا بنقول دايما الاولاد يتعلموا موسيقى او يسمعوا موسيقى، الموسيقى ده مثير جميل للجهاز العصبي. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، لو بقى خلاص وقعنا في الخيط وبقى الولد او البنت مدمنين على الاجهزه دي، نعالجه ازاي؟ يعني الاعراض الانسحابيه دي ازاي نفصل عنه الجهاز على طول مره واحده، ولا بدل مثلا ما كان بيمسكه 5-6 ساعات نخليهم 3 ساعات مثلا؟ مع الاطفال نصيحه حضرتك جميله جدا، التدرج. يعني واحد قاعد طول اليوم على الموبايل، مش مره واحده اقول له ايه هات الموبايل واسيبه، طبعا ده هتبقى نتيجه صريخ صريخ وعصبيه وصراع يومي بقى، ومش واكل وعنده والحاجات اللي بيعملوها الاطفال والمراهقين. طبعا ان انا اقلل كل حاجه ابتدائيه. السؤال دايما اللي بنساله لنفسنا احنا المتخصصين في هذا المجال، طب لما انا شلت الحاجه الطفل هيعمل ايه او المراهق هيعمل ايه؟ ده نقطه مهمه جدا، هو خلاص سيستم حياته انه بيعمل كده، فلازم وانا بدرج وبشيل واحده واحده ادخل حاجه ثانيه بديله. اكتر حاجه لقيناها بتنافس هذه الاشياء بالنسبه للاطفال الاحساس بالانجاز. يعني ببساطه كده، اتعلم موسيقى فاهلي يسقفوا لي، العب رياضه فاهلي يبوسوني. دايما محتاج ان انا وانا بستبدل الحاجه احط حاجه بدلها بتدي للطفل مشاعر ايجابيه، وليست فقط العب يا حبيبي كويس ولا لا، لا صح. العب وانا فرحان بيك، العب وانا مبسوط منك. واكتر وسيله ان انا اوصل للطفل ان انا مبسوط منه ان انا ما اقولوش ان انا مبسوط منك، يا اما التلامس الجسدي اللي هو البوس او الحب، يا اما يسمعني بطريق غير مباشر بتكلم عليه بطريقه ايجابيه مع حد تاني، او النظره اللي حضرتك اتكلمت عنها. طبعا النظره دي تفوق كل شيء.